بربي يتواصل الاخير الساعه بربي يفسروا لي حاجه راني دبرمت راني عامل ديبرسيون في اعصابي راني مش فيها بربي حاولوا تفهموا معايا اش معناها واحد يكون عايش لبرا في فرنسا ولا في المانيا ولا في ايطاليا بؤر نتاع الفيروس كورونا فجاه تركب له في راسه باش يروح يجينا لتونس سي علاش مروح يا معلم انت مخلي السبيطارات غادي وطبت فرنسا والمانيا وسبيطاراتهم ودنيتهم وجاي تزاحم فينا في 100 سرير مصدد يعلم بينا كان ربي يدبروا بين في روسنا ساعة دي فسر لي علاش تو مروح وكي انت مروح يا سيدي فرضا وانت تعرف روحك فما ريسك كبير باش تكون انفكتي بالفيروس هذايا وكمام تقعد تخرج وتدور في وسط العباد اش تحب تقول يا معلم اش معناها انت جاي مروح تو تدور في وسط الناس وما تحبش تشد الدار وتركش 14 يوم تتاكد من روحك انت لابس علاش انا بالنسبه لي وما تحكي لي حتى حكايه انت جاي تحب تقتلنا بالذنب فما حتى حاجه اخرى تفسر الموضوع اللي تحكي فيه بالنسبه لي انا انسان جاي مروح من بؤر التوائم متعام فيها فيروس كورونا ويدور واحد ماشي الحمام والاخر يعمل في شيشه في القهوه والاخر يدور في القروان يسلم العباد قال لهم نحب نموت نتفن ونموت في بلادي عليه سيدي محرز انت يا معلم جاينا باش نتفنوك لهنا توا جيتنا وقت الموت فسروا لي علاش مروحين وعلاش تدور وعلاش ما تلتزموش بالحجر الذاتي علاش ما تتشد تسكرش على روحك انت تتاكد من روحك انت لاباس علاش معناها انت راك جاي تحب تقتلنا وبالنسبه لي انا نعتبرك عدو خاطر انا نعتبر العدو راهو اللي يقتل العباد بالكرتوش ولا بالفيروس راهو كيف كيف دونك يا توانسة ردوا بالكم اجي ننصحكم حاجه ما تعملوش على الدوله راهي الدوله ديجا بالسيف خالطه معناها الله ويعلم بها وربي يكون في عونه ردوا بالكم بالنسبه ليكم اي واحد تشوفوه يدور تعرفوه مروح من برا وما قعدش 14 يوم معناها من با نهارين ثلاثه وخرج يدور في وسط الناس ويسلم اعتبروه عدو طول ما غير ما تقربوا له ما غير ما تكلموه تشدوا يد باله تعطيوه بها على راسه خليه يدخل في غيبوبه نتاع 14 يوم هاك تعملوا له حجر غيبوبي نحن مش حجر ديك بعد 14 يوم كان فيق ولاباس عليه ما عنده حتى شيء خليه يدور مرحبا بيك خويا وبلادك واهلك وناس كانوا مريض احرقوه على بلاصه ودفنوه زيد راه الناس هذي ماهيش تحشم على روايح انا تو سمعت بواحد في باجه مروح من سويسرا ما حبش يدور قال لهم انا قلقت في نعمل ثلاث ايام ليه يا معلم انت قلقت تقلق غادي والدولة بربي ما تعملوش على الوعي نتاع المواطن راه ما عندهمش وعي هذوما راهو مادام مروح من بلاصة انفكتي يعرفها فيها الفيروس راهو ما عندوش وعي راهو رد بالك تعمل على وعي المواطن باش يعمل حجر ذاتي ما عملش حجر ذاتي هذه حجر بالكرتوش تعملوا تحط له بوليس قدام باب دارو كي يخرج تير عليه على خاطر هو على باز علاش مروح الناس يعني نحب نفهم حاجة تي نحن بنات صغيرة يا معلم واحد يبص في بنزرت شما في سيدي بوزيد خليها فيروس هذي ردوا بالكم يا توانسة ما تعملوش على وعي المواطن وسامحني الدولة انت جايبتنا 3000 طيارة من تركيا كرشوا عالقين اوكي ميسالش ولادنا ما طيشهمش يا معلم عمل له في البيس ما يدخلش المطار جملة من البيس غاديك حطوا خيمة خليه يقعد 14 يوم وقت اللي لاباس يروح ولا مريض عدي يداوي شو دخلوا فيهم في المطار يحوسوا عادوا ينتشروا في استنيت يعني ما عملنا شيء دير انا 12 مليون ننقرضوا في نهارين نحن يا صحابي مانيش ايطاليا راهي 40 مليون ولا فرنسا 50 مليون دير انا 12 مليون مواطن نحن وهذوما اللي يعيشوا غادي ومروحين تو علاش؟ عندك دارك غادي علاش ما شديتهاش؟ خاطر غادي تخاف، غادي 300 ترو يا معلم تخلصهم ما تولي لك شحطه، اما في التوانسه بول عليهم خلي يموتوا، انت جيت يا سلام روح شقتلنا. شد دارك يا هم، شد دارك يا كازي ولا شد غادي ماك بلادك هذيك بلد تشيني تو اللي تذكر تونس اقعد غادي. مرضتونا بعصابنا مرضنا الناس ما عادش تخرج باش يعلم بها ربي هو مره حجر عام وكي الحجر عام باش تعيش الزواوله في تونس انت غاديك الدوله هذه فرنسا عندها الفلوس احنا ما عدناش في فرق ولا عبيد الماكله راه ما تصدقوش الحكايات دي كاميون سميت برك جو خلي يمشي برك ولا عبيد الماكله شدوا دياركم يا كوازي شدوا دياركم وما عادش جيونا اقعدوا غادي حتى ترتاحوا روحوا مرحبا بكم بعد ما ترتاحوا برا خلت عنيكم فرنسا بسبيطاراتها ودويتها تي احنا ما عدناش تلقزوم يدين مقطوع في البلاد تحكي لي انت جاي لتونس هموم واحد دبرموه بعصاب والاخر كلك شتر شهرين تشتر شهرين شد جافيل يا معلم نحن الناس تتعقم في رواح تبيع دول يدوش بالجافيل كل يوم حول ولا قوة الا بالله العظيم بربي يا توانسة احميوا رواحكم برواحكم ما عادش تعملوا حل تسمعوا به حوس من بلاد ماهوش بلاد تونس بربي اعطيوه بالكرتوش في بال 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 بيد بالا في راسو اعطيوه ما عادش تو كي نضربوا بالتين ثلاثة نتاع زوج واحد تو ما عادش يخرج حد منهم تو ما عادش يروحوا لنا تو ما عادش يروحوا تو يخافوا يولي يشدوا بلايص استغفر الله العظيم